تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار من وضع حد لشبكة إجرامية تنشط عبر إقليم ولاية الجزائر مختصة في سرقة المركبات، وبالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا وباستغلال كل إمكانيات تقنية المتاحة تم تفكيك عناصر الشبكة الإجرامية مع توقيف 3 أشخاص مسبوقين قضائيا واسترجاع 5 مركبات نفعية محل سرقة، حجز 6 مفاتيح مصنعة مهيئة لسرقة المركبات، 3 هواتف نقالة، حجز مركبتان تستعملان في السرقة.